عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بمصاريف كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان للعام الدراسي المقبل. أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بحلوان بجامعة حلوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مصروفات برنامج تربوي للعام الجامعي 2024-2025. مصاريف الفرقة الأولى شعب عامة حلوان للفرقة الأولى كالتالي: 1400 جنيه إجمالي قيمة الكتب، 1975 جنيه الرسوم الجامعية، 3375 جنيه إجمالي المبلغ. مصاريف الفرقة الثانية شعبة الإلكترونيات وتبريد: جاءت مصروفات كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان للفرقة الثانية كالتالي: 1400 جنيه قيمة الكتب، 1025 جنيه الرسوم الجامعية، 2425 جنيه إجمالي المبلغ. مصاريف الفرقة الثانية شعبة كهرباء وسيارات: 1400 جنيه إجمالي قيمة الكتب، 1025 جنيه الرسوم الجامعية، 2425 جنيه إجمالي المبلغ. مصاريف الفرقة الثانية شعبة إنتاج: 1400 جنيه إجمالي قيمة الكتب، 1025 جنيه الرسوم الجامعية، 2425 إجمالي المبلغ. مصاريف الفرقة الثالثة شعبة الإلكترونيات وتبريد: جاءت مصروفات كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان للفرقة الثالثة كالآتي: 1400 جنيه قيمة الكتب، 1325 جنيه الرسوم الجامعية، 2725 جنيه إجمالي المبلغ. مصاريف الفرقة الثالثة شعبة كهرباء: 1400 جنيه إجمالي قيمة الكتب، 1325 جنيه الرسوم الجامعية، 2725 جنيه إجمالي المبلغ. مصاريف الفرقة الثالثة شعبة إنتاج: 1400 جنيه إجمالي قيمة الكتب، 1325 جنيه الرسوم الجامعية، 2725 جنيه إجمالي المبلغ. مصاريف الفرقة الثالثة شعبة تبريد: 1400 جنيه إجمالي قيمة الكتب، 1325 جنيه الرسوم الجامعية، 2725 جنيه إجمالي المبلغ. مصاريف الفرقة الرابعة شعبة الإلكترونيات وكهرباء وإنتاج: جاءت مصروفات كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان للفرقة الرابعة كالآتي: 1400 جنيه إجمالي قيمة الكتب، 2004 جنيه الرسوم الجامعية، 3004 جنيه إجمالي المبلغ. مصاريف الفرقة الرابعة شعبة سيارات: 1400 جنيه إجمالي الكتب قيمة الكتب، 2004 جنيه الرسوم الجامعية، 3004 جنيهات إجمالي المبلغ. مصاريف الفرقة الرابعة شعبة تبريد: 1400 جنيه إجمالي قيمة الكتب، 2004 جنيه الرسوم الجامعية، 3004 جنيه إجمالي المبلغ. برامج كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة حلوان تضم كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة حلوان بها برنامجين: الأول حكومي بالمصروفات الجامعية الحكومية وهو بكالوريوس التعليم الصناعي، وبه خمسة برامج دراسية وهي برنامج التكنولوجيا، السيارات والجرارات، وتكنولوجيا الإنتاج، وتكنولوجيا التبريد والتكييف، وتكنولوجيا الكهرباء، وبرنامج تكنولوجيا الإلكترونيات. وبهذا قد أوفيناكم بمصروفات كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة حلوان العام الدراسي في مقبل 2024 في 2025. لا تنسوا الاشتراك في القناة في زر الجرس، دعموا الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.